كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. بقدومكم ريح صويرة قد بشرت بقدومكم ريح صويرة. اليوم في مدينة الصويرة، أنا كصويرية ديجا للمدينة ديالي، التواجد ديالي اليوم في بيت الذاكرة اكزاكتومون بالمناسبة ديال لو فوروم اورو ميديتيراني دي جون ليدر اي صويرة اللي كيكون كل عام كل سنة في مدينة الصويرة، واللي كيضم مختلف الشباب من جميع مناطق المغرب وخارج المغرب كذلك. فبالنسبة لهذا الفوروم هو كيشمل ثلاثة أيام. اليوم الأول كان يوم الجمعة، يوم البارحة كان الافتتاح ديال الفوروم، كانوا فيه دي ديبا دي جون تبارك الله ليدر اللي كيهضروا على لي بروجي ديالهم اللي كنستافدوا منهم بيان سور. اليوم كيوم الثاني درنا ان اوتر ديبا، ان نوتر تابل روند اللي كتشمل مواضيع كذلك اللي هي مهمه تري بيرتينون في الحياه ديالنا. Et voilà, d'abord, Gina, une visite avec Monsieur André Azoulay, le conseiller de Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour nous présenter la culture de la Mdine Souira, la Mdine Al-Atiqa, le Beit Dakira, la Taqafa Diallo. Donc voilà, le forum qui fait beaucoup d'activités. Donc, نتمنوا ان شاء الله اننا نابليكيو كاع داك لي زانفورماسيون اللي كنستافدو سور تيران ونفيدو لي زوتر جينيراسيون ولا لي جينيراسيون فيتور ان شاء الله الرحمن الرحيم. جيت اليوم او طونك بارتيسيپانت في الفوروم جي ليدرز في الصويرة، واليوم كنا حضرنا لواحد لاتوليه ديال كومون فيغ ان فيديو وكومون نشاركوا المعلومه عن طريق رساله صوتيه، وتعرفنا على بزاف الحوايج جداد. الشكر اللي كيبقى بطبيعة الحال لي مونتور المنتورز ديالنا وكل شيء، وتشرفنا بالمعرفة ديال مدينة الصويرة خصوصا في هاد لا فيزيت اللي كانت اليوم.